Hello guys, how are you today? A lack of world of knowledge and adventure with every page you turn, let's dive in and explore together. Let's go. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم طلابنا؟ طلاب الأول متوسط. اليوم جيناكم بهاي القطعة المهمة جدا. هاي القطعة موجودة عندك باليونت الأول ضمن قطع الكتاب. هاي القطعة موجودة عندك بكتاب النشاط، خليها ببالك، يعني مو كتاب الطالب، بس هاي القطعة مطلوبة عندك بالامتحان. راح ناخذ هاي القطعة special day، معناتها يوم خاص. هاي القطعة راح ناخذها وناخذ الأسئلة المتعلقة بها، كلش مهمة، راح يجيبوا لك اياها ضمن قطع الكتاب. ركزوا وياي. هاي القطعة انا ضايف لك اياها بالملزمة ومترجم لك اياها ومعطيك الأسئلة المتعلقة بها. قال لك in the holidays، في العطلة او في العطل، احمد and his family stayed in the hotel in a hotel in New York. بمعنى يقول لك هنا أنا في العطل أحمد وعائلته مكثوا في فندق في نيويورك. أحمد فريند، صديق أحمد فيصل، lives in New York with his family. يقول لك صديق أحمد فيصل يعيش في نيويورك مع عائلته. فيصل is 17، عمره 17 سنة، 2 years older than أحمد، أكبر من أحمد بسنتين. اذا احمد ايش قد عمره؟ اذا فيصل 17، احمد ايش قد عمره؟ عمره 15. قال لك one day، في يوم ما، احمد took a taxi to فيصل flat. يقول لك احمد اخذ تاكسي الى شقه فيصل. he got there at half past 2، بمعنى يقول لك كان هناك في الساعه الثانيه والنصف. What do you want to do؟ يقول لك هنا ماذا ترغب أن نفعل؟ asked فيصل، سأل فيصل. زين، قال له let's go to the cinema، دعنا نذهب إلى السينما، said أحمد، قال أحمد. They went to the cinema، هم ذهبوا إلى السينما، but they didn't stay long because the film was boring. يقول لك هم ذهبوا إلى السينما but ولكن لم يبقوا طويلا. ليش؟ لأن الفيلم كان شنو؟ ممل. They went for a week in the park. هم هنا يقول لك ذهبوا للتنزه في الحديقة. It is a huge park. كانت حديقة كبيرة. Called Central Park. كانت تسمى Central Park. يقول لك the boys sat under a tree and talked. يقول لك الأولاد جلسوا تحت الشجرة وتكلموا. Who's with you in New York؟ يقول لك قال لهنا مع من أنت في نيويورك؟ Asked فيصل، سأل فيصل. قال له the whole family، كل العائلة. أحمد answered، أحمد جاوبه. That's father, my mother, my two sisters and my brother. They talked about Iraq. يقول لك هنا هم تكلموا عن العراق. فيصل said he liked New York. قال له فيصل أنا أحب نيويورك but he wanted to go back to Iraq. But ولكن هو يريد أن يرجع من العراق. Then ومن ثم they took a taxi back to Ahmed's hotel. هم أخذوا تاكسي ورجعوا لفندق أحمد. They said هم قالوا goodbye وداعا. And فيصل went home. وفيصل رجع من للبيت. هاي بالنسبة عندك قطعة أحمد وفيصل خذناها وأنا معطيك الترجمة مالتها. زين، عندك هاي الأسئلة كلش كلش مهمة بالامتحانات، دائما يجيبوها. يقول لك how old is أحمد؟ إيش قد عمر أحمد؟ 15. بينما إذا سئلك قال لك how old is فيصل؟ إيش قد؟ 17. أوكي؟ عندك البي، قال لك does فيصل live in a flat or in house؟ يقول لك فيصل يعيش في شقة لو بيت، راح تقول له flat، راح تقول له flat، يعني من الجواب تاخذه قبل تقول له in a flat. أوكي؟ زين، عندك سي، قال لك what time did أحمد get to فيصل's home؟ يقول لك هنا أنا في أي وقت وصل أحمد إلى منزل فيصل؟ تقول له half past 2، الثانية والنصف. عندك الدي، قال لك did the boys enjoy the film؟ يقول لك هل الأولاد استمتعوا بالفيلم، يعني يقصد بيهم فيصل وأحمد؟ تقول له no, it was boring، إنه كان مملا. عندك الإي، قال لك what did they do in Central Park؟ يقول لك هنا أنا ماذا فعلوا في Central Park؟ تقول له جلسوا تحت الشجرة وتكلم. عندك الاف، قايل لك how many children are there in Ahmed's family؟ كم عدد الاطفال في عائلة احمد؟ راح تقول له 4. بالنسبة عندك الجي، قايل لك will Faisal always live in New York؟ يقول لك هل سيعيش فيصل في نيويورك الى الابد؟ راح تقول له no، ليش؟ انه خطط يرجع للعراق. بالنسبة عندك الاتش، قايل لك how did Ahmed get back
to his hotel. أقول له كيف عاد أحمد إلى الفندق؟ تقول له he took a taxi. هو أخذ a taxi. طلابنا الأعزاء، هذا كل ما متعلق بالقطعة مالتنا. مثل ما قلت لك القطعة كلش مهمة، وراح ركز لي على أسئلة القطعة، دائما يركزون عليها بالامتحانات الشهرية ونص السنة وأخير السنة. طلابنا الأعزاء، إن شاء الله تكونوا استفاديتوا من هالمحاضرة، وإن شاء الله نشوفكم بالمحاضرة القادمة في أمان الله.